تحية طيبة أعزائي، وأهلا وسهلا بكم في حلقة فلاسفة الطبيعة الجزء الثالث، الحلقة الخاصة بالفيلسوف هيراقليطس، فلسفته، حياته، أقواله، مقارنة بينه وبين غيره، وماذا قال بعض الفلاسفة من بعده في خلاصته وفلسفته. يقول الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر: يمكن اعتبار نيتشه هو هيراقليطس القرن التاسع عشر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هيراقليطس ذاته ما هو إلا نيتشه العصور السابقة على أفلاطون. يقول فريدريك نيتشه: إنه لتمثل مرعب ومذهل ذلك الذي يقدمه هيراقليطس حول الصيرورة الوحيدة والأبدية إلى ما هنالك. فماذا قال هذا الفيلسوف هيراقليطس؟ دعونا نتعرف على فلسفته معا ونقارنها بفلسفة بارمينيتس الذي تحدثنا عنه وعن فلسفته باستفاضة في الحلقة السابقة. وفي نهاية الحلقة سأورد بعض شذرات هيراقليطس غير التي ستمر معنا خلال الحلقة. إذن الفيلسوف هيراقليطس، وهي بنا نبدأ. دعونا بداية نتحدث عن هيراقليطس نفسه قبل الغوص في فلسفته. طبعا لأخذ العلم، جميع حلقات سلسلة تاريخ الفلسفة مقسمة لفواصل زمنية حتى تستطيع أخي المتابع أن تتابع الفقرة التي تريدها بالضبط وأن تنتقل إليها مباشرة دون عناء البحث. لكن أنا شخصيا سأمر على حياة كل فيلسوف ولو باقتضاب قبل الغوص في فلسفته. وربما أكثر ما يميز هيراقليطس كشخص قبل أن يكون فيلسوفا هو تعجرفه وشعوره بالعظمة والكبرياء والمبالغة في تقدير الذات إلى حد الغلو والإسراف. يتحدث وكأنه هو من طينة غير طينة بقية البشر، يتحدث من فوق لأنه بنظره أرفع مستوى من بقية الناس، لأنه هو في منطقة عالية وسامية، أما البقية فقطعان من الغنم الذليل. وطبعا هو لم يكتفي بأن احتقر عوام الناس، بل تمادى وجنح بكبريائه وغضرسته إلى حد احتقار أعلام الفكر من أسلافه كفيثاغورس وكزينوفان، تحدثنا عنهم وعن أفكارهم في حلقات سابقة، وهم زمنيا قبل هيراقليطس، وهو جاء من بعدهم ليقول فيهم بأنهم نكرتان جديرتان بالإهمال. رغم هذه البداية الغير مشجعة في الحديث عن شخص هيراقليطس، إلا أن فلسفته لها منحى آخر كليا، وحالما نتعرف على أفكاره قد نجد في كبريائه الشيء الطبيعي الذي سيظهر منه وسيكتنف من الداخل شخصيته. لهيراقليطس فلسفة كبيرة وعميقة، وتعتبر جذر هام ومحور لا يمكن تجاهله في تاريخ الفلسفة بشكل عام والفلسفة اليونانية بشكل خاص. كان هيراقليطس معاصرا لبارمينيتس، الفيلسوف بارمينيتس الذي استفضنا كثيرا في حياته وفلسفته في الحلقة السابقة. طبعا هيراقليطس وبارمينيتس هما وجهاء الصراع الفلسفي في أوجه في المرحلة التي سبقت سقراط، لذلك عندما نتحدث بشكل عام عن تلك المرحلة وعندما نتطرق على أحدهما يفرض الحديث أن نتحدث عن الآخر أيضا، كونهما يمثلان النقيض بالنسبة لكثير من الأفكار كما سنرى لاحقا. المهم، هيراقليطس كان مطلعا على فلسفة بارمينيتس الجامدة حيال الكون والطبيعة والوجود وتفسيره للظواهر. وباختصار شديد لمن لا يعلم شيء عن فلسفة بارمينيتس، فإنه يقول: أصل الوجود هو الوجود نفسه، جوهر الكون هو الوجود، الوجود دائم وثابت وساكن وأزلي، الموجود موجود منذ الأزل وإلى الأبد، الغير موجود غير موجود ولا يمكن أن ينوجد، الوجود لا يمكن إدراكه إلا بالعقل، إدراكات الحواس خداعة، وكل ما نصل إليه بحواسنا لا علاقة له بالعالم الحقيقي. مررت عليهم مرور الكرام وبعجالي كون شروحاتهم كانت في الحلقة السابقة، وللتذكير ولأهميتهم للمقارنة. أما هيراقليطس فيلسوف الحلقة فهو يكاد يكون مناقضا بشكل كامل لبارمينيتس. فمثلا بارمينيتس يقول أن الكون ثابت وساكن وليس فيه حركة، أما هيراقليطس فيقول: لا، كلامك يا بارمينيتس ليس صحيحا. هيراقليطس يقول العكس تماما، الكون ليس ثابتا، الكون لا يدوم على صورة واحدة، السكون هو الخداع، الحركة والتغير هما الدائمان وهما وجه الحقيقة، الكون ليس ثابتا ولا ساكنا، بل هو يتغير ويتحرك باستمرار ويصير بشكل دائم غير ما هو عليه. في كل لحظة هناك تغير،
كل لحظة مختلفة عن التي قبلها وستكون مختلفة عن التي بعدها، لأن الكون يتحول باستمرار وبلا انقطاع من صورة إلى صورة، وبالتالي كل لحظة تمثل حالة فريدة لا تتكرر. التغير الذي يحصل والحاصل بشكل مستمر هو حقيقة الكون، يعني تماما عكس فلسفة بارمينيتس. عند بارمينيتس الجوهر هو الوجود الثابت والساكن، عند هيراقليطس الجوهر هو التغيرات الحاصلة باستمرار وبدون انقطاع على الكون وعلى كل الأشياء. الكون في هذه اللحظة غير الكون في اللحظة الفائتة، لأنه ما بين اللحظتين حكما حصل تغير وتبدل وتحول. طبعا التغيرات ليست حكرا على أشياء بعينها بينما تبقى أشياء أخرى ساكنة، لا أبدا، الأمور ليست هكذا، بل التغيرات تطرأ على كل الأشياء كلها، يعني كلها دون استثناء. حتى الجمادات، حتى الجبال مثلا ليست ساكنة، التغيرات تطرأ عليها في كل لحظة، وليس فقط هي عرضة للتغير المستمر، بل هذا التغير هو حقيقتها، هو سبب كونها موجودة. ليست الجبال ساكنة، إنما تخدعنا حواسنا بأنها ساكنة، لكن الجبل في هذه اللحظة مختلف عن الجبل في اللحظة السابقة، وإن بدا لنا غير ذلك، وإن بدا لنا أنه نفس الجبل إلا أنه ليس نفسه، لقد تغير فيه شيء حكما، بل هو يتغير باستمرار، في كل لحظة يتغير، وهذا التغير الحاصل هو حقيقة وجوهر وصيرورة الجبل. بارمينيتس أنكر التغير وأنكر الحركة كما رأينا سابقا، أما هيراقليطس فأنكر السكون وأنكر ثبات الوجود، وهذا الإنكار لا يشمل فقط الوجود ككل، بل هو أيضا يشمل كل موجود وكل جزء من الوجود، بما معنى ليس هناك دوام مطلق للوجود. لا يكتفي هيراقليطس هنا، بل يمتد أكثر بفكره ليقول أيضا ليس هناك دوام نسبي للأشياء والموجودات. طبعا وضحنا ذلك سابقا في مثال الجبل، وسأعيد الفكرة للأهمية، ولكن قبل ذلك للتنويه، الدقائق الأربع القادمة للاستفاضة في فلسفة التغيرات وفيها أمثلة توضيحية، ولكن يمكنك أن تنتقل أخي المتابع للفكرة التالية عن طريق الفواصل الزمنية أسفل الفيديو. إذن فلسفة التغيرات ليس لأن الأشياء ستزول عاجلا أم آجلا، ليس لأنها ستندثر يوما مهما طال عليها الزمن، ليس لذلك ننكر الديمومة، ليس لذلك فقط ننكر ديمومتها، ليس هذا المقصد من فلسفة هيراقليطس. المقصد في أن الأشياء تتغير في كل لحظة حتى لو لم نكن نرى هذا التغير، ليس هناك دوام للأشياء ولا حتى دوام نسبي، سواء أشاهدنا التغيرات أم لم نشاهدها، سواء ألاحظناها أم لم نلاحظها، التغير حاصل حكما وباستمرار. باختصار عند هيراقليطس لا شيء يدوم على حال معينة لحظتين متتابعتين، ليس هناك بقاء، لا بقاء دائم ولا بقاء مؤقت، لا شيء يبقى على حاله مطلقا. ولذلك ترى هيراقليطس يقول عبارته الشهيرة جدا، لا نستطيع أن ننزل مرتين إلى النهر نفسه، ذا كأنني عندما أستحم للمرة الثانية يكون النهر قد تغير وأنا أيضا. قلنا هذه العبارة في حلقة الملخص، ملخص تاريخ الفلسفة، وها نحن نوردها مجددا في حلقة هيراقليطس الخاصة، وأعتقد أنها صارت أوضح الآن بعد الشرح. طبعا فلسفة هيراقليطس لا تكتفي عند هذه النقطة، هذه هي الفكرة الأشهر له، لكن هناك امتداد لأفكاره، وأنا أستقصد صراحة الانتقال من فكرة إلى فكرة بتسلسل معين أراه مناسب لتوضيح الأفكار وتبسيطها، أرجو أن أكون موفقا في ذلك. بما يتعلق بفكرة التغير أعتقد أنها أصبحت واضحة، لكن هناك مثالين توضيحيين آخرين علينا ذكرهما لسببين اثنين، الأول هو سهولة فهمهم، والثاني هو ارتباطهما بالأفكار القادمة. إذن ملخص ما سبق، الأشياء لا تثبت على حال مطلقا، الأشياء لا تثبت على حال، حتى لو أوهمتنا الحواس بأن الأشياء ثابتة ولها بقاء نسبي، هذا الكلام غير صحيح بنظر هيراقليطس، الأشياء ليست ثابتة وليس لها حتى هذا البقاء النسبي. وكمثال على ذلك وهو مثالنا الأول،
الموجة. الموجة تظل نفسها تحبو على سطح الماء حتى ترتطم على صخرة الشاطئ، مع أن الحقيقة المعروفة هي أن الموجة وإن احتفظت بصورتها الخارجية فإن ماءها الذي تتكون منه يتغير في كل لمحة زمنية. وهكذا هو الأمر مع الكون بأكمله ومع كل الأشياء أيا كانت. هذا الثبات الصوري في مخيلتنا وأذهاننا ليس صحيحا، وبالتالي الحواس ليست صادقة دائما معنا، الأمور ليست في باطنها كما يبدو ظاهرها. يقول هيراقليطس، وهذه إحدى شذراته، إن الطبيعة تؤثر الخفاء وتحبه. حقيقة الأمور في نظر هيراقليطس تكون على عكس ما تتبدى لنا. المثال الأول كان الموجة، المثال الثاني هو اللهب، لهب الشمعة. ليس لهب الشمعة بساكن حتى لو بدا لنا ساكنا، لهب الشمعة أو النار أحد تجليات التغير المستمر الذي يحدث في الخفاء تحت قناع الاستقرار الظاهر. وهنا ركزوا تماما على هذا المثال، النار. النار هي الفكرة الثانية الشهيرة المرتبطة بهيراقليطس، كونه اعتبر النار هي مصدر الوجود وأصل كل شيء. طبعا هذا سابق لأوانه في هذه الحلقة، الآن الذي يعنينا هو رأي هيراقليطس بالحواس. كنا قد رأينا عند بارمينيتس أنه لم يثق بالحواس مطلقا، والآن ماذا بشأن هيراقليطس؟ هل هو يتفق معه كذلك بالرأي؟ أليس هيراقليطس نفسه من قال أن الحواس تجعلنا نرى ثباتا ظاهريا في الأشياء وديمومة مؤقتة، في حين الأشياء ليست ثابتة إطلاقا؟ أليس ذلك ما يشير إلى أن الحواس خداعة؟ هيراقليطس يقول نعم، الحواس تخدعنا، ولكنها لا تخدعنا إلا في هذه النقطة، لا تخدعنا إلا في أنها ترينا ديمومة مؤقتة للأشياء، في حين الأشياء ليست دائمة ولا حتى بشكل مؤقت ولا حتى للحظة واحدة. تعلم هيراقليطس من حواسه، قدرها وأعارها الاهتمام، استقبل ما استقبله منها ليقدم من بعدها رؤيته. لم يهمشها كما فعل بارمينيتس، بل على العكس أخذ منها ووثق بها، لكن ثقته بها ليس لكونها مصدرا للمعرفة، بل لكونها أداة ووسيلة يستعين بها العقل على التماس الحقيقة. يقول هيراقليطس بما معناه أن العيون والآذان شهود سيئة للبشر إذا كانت نفوسهم لا ثقافة لها. هو لا ينتقد الحواس بذاتها بل باتباعها دون أن يحلل العقل ما يأخذه منها. بشكل عام هيراقليطس اعتمد على حواسه، ولكنه قال فيها أنها لا تدرك الحقيقة، إنما الحقيقة تدرك بالعقل فقط. ولكن ما هي هذه الحقيقة التي يتحدث عنها؟ الحقيقة هي حقيقة الصيرورة، والتي هي لاحقا كانت بذور أفكار وفلسفة هيجل. فما هي حقيقة الصيرورة؟ لتبيان هذه الحقيقة دعونا نستوضح الأمور فكرة فكرة. التغير المستمر هو حقيقة الوجود، لا شيء يدوم على حال معينة لحظتين متتابعتين. الثبات الصوري الذي نراه ليس صحيحا، وبالتالي ومن كل مما سبق لا يمكن للشيء أن يكون فقط موجودا. بارمينيتس لمن يذكر قال أن الشيء موجود وفقط موجود ونقطة انتهى. هذا القول لا ينفع هنا، الشيء يتغير باستمرار، هو ينوجد للحظة ثم في اللحظة اللاحقة يحال إلى اللاوجود مباشرة على حساب تواجد شيء آخر، وهذا الشيء الآخر سينوجد للحظة قبل أن ينوجد غيره على حسابه. الخلاصة، الأشياء موجودة وغير موجودة في نفس اللحظة وفي نفس الوقت. الأشياء ليست فقط موجودة، هي أيضا غير موجودة، لأنه حالما تنوجد حالما تختفي في اللحظة ذاتها. في هذه اللحظة نرى شيء، في اللحظة التالية نرى شيء آخر. بالتأكيد لا نرى نفس الشيء لأن التغير قانون، التغير حاصل ومستمر، وجبل هذه اللحظة غير جبل اللحظة الفائتة. الجبل موجود وغير موجود معا في ذات اللحظة، هو يتمثل بهذين النقيضين معا، الوجود واللاوجود. هذا الاتحاد بينهما هو معنى الصيرورة التي يذهب هيراقليطس إلى أنها جوهر الكون وحقيقته.
ماذا يعني بذلك؟ يعني أن اتحاد النقائض في الشيء هو الذي يسمح لهذا الشيء بالتواجد. لا يكفي أحد النقيضين ليكون الوجود والكون أو لتكون الأشياء. تلاحم الصفة مع نقيضها هو الذي يجعل الصفة موجودة والذي يجعل نقيض الصفة موجودة كذلك. وبدون هذا التلاحم لا الصفة موجودة ولا النقيض موجود. أساس الوجود هو تطابق المتناقضات، تلاحم النقائض والتقائها معا في جوهر واحد. الأشياء موجودة وغير موجودة في آن واحد، وهذه الحقيقة تفرضها التغيرات المستمرة الحاصلة بلا انقطاع. وهذه الحقيقة ليست هي النتيجة فقط، وإنما هي السبب كذلك، هي سبب الوجود. من دون التلاحم لن يكون هناك وجود من الأساس. الوجود حقيقة وكذلك اللا وجود حقيقة، لكن لا قيام للأول من دون الثاني، ولا قيام للثاني من دون الأول، وكلاهما معا بتطابقهما جوهر الكون وأصل الأشياء وحقيقة الوجود. وطبعا ليس أي وجود، إنما الوجود المتغير باستمرار، والذي تغيره هو عين تواجده. لو ما اجتماع النقائض لما كانت التغيرات، ولو ما التغيرات لما كان الوجود. يقول هيراقليطس: إن الطريقين الصاعد والهابط ليسا سوى طريق واحد، كلاهما معا كون الطريق. طبعا من البديهي أن نقول أنه ليس الوجود واللا وجود هما الضدين الوحيدين اللذين يلتقيان ويتطابقان، بل هناك في الكون آلاف النقائض المتلاقية. بل حقيقة دعونا بدلا من أن نقول في الكون آلاف النقائض، دعونا نستبدلها ب الكون في جوهره ليس إلا أضدادا متلاقية ومتطابقة، لأنه كما عرفنا لولا هذا التطابق لما كان الوجود. ليس هناك نزاع بين هذه النقائض، وإن آمنا بأنها متنازعة فنزاعها هو أساس حياتها وبقائها، أو بطريقة أخرى متماشية مع منهجية هيراقليطس، نزاعها هو أساس حياتها وتغيراتها التي لا تنقطع ولا للحظة واحدة. يقول هيراقليطس بما معناه أن الحرب تشمل الكل والصراع عدالة. هذه هي الحقيقة عند هيراقليطس، حقيقة الصيرورة، هكذا تكون الحياة. وأما الموت فإنه يحصل عندما تكف النقائض عن تطابقها، عندما ينفك التطابق يموت الشيء. وكل ما سبق حتى الآن هو رؤية هيراقليطس في عالم ما وراء الطبيعة، وهذه الحقيقة الحقيقة المتمثلة في بندين عريضين في فلسفة هيراقليطس. البند الأول هو التغير المستمر، البند الثاني هو تلاحم الأضداد. طبعا البند الأول يقود للثاني، والثاني يقود للأول، وكلاهما معا حقيقة الوجود، حقيقة الوجود الواحد. ركزوا هنا، هناك فقط وجود واحد متمثل في وحدة الأضداد. وحدة الأضداد هي سيرورة الوجود. والعقل الذي يدرك هذه الحقيقة، العقل الذي يحكم هذا الوجود، يدعى اللوغوس. هذا هو اللوغوس عند هيراقليطس. اللوغوس هو العقل، هو العقل الكلي، هو القانون العام الذي يجمع الأضداد. اللوغوس هو الواحد المتمثل في مزيج الأضداد. برأي هيراقليطس اللوغوس هو مصدر التناغم والوحدة. اللوغوس هو الحقيقة المطلقة المشتركة التي هي فوق التغيرات المحسوسة، والتي هي رغم كونها في متناول الجميع لكن ليس الجميع يصل إليها، لأنها لا تدرك بالحواس وإنما تدرك بالعقل فقط. وعلى كل إنسان أن يحتكم إلى اللوغوس ليدرك الحقائق. يقول هيراقليطس: الله هو الليل والنهار، الشتاء والصيف، الحرب والسلم، التخمة والجوع، الوفرة والقلة، يتخذ أشكالا مختلفة تماما كالنار. يقول هيراقليطس: إن اللوغوس مشترك، إلا أن معظم الناس يعيشون وكأن لكل واحد منهم حكمته الخاصة. يقول هيراقليطس: بالنسبة لله كل الأشياء جميلة وعادلة وصحيحة، لكن الناس يعتقدون أن بعض الأشياء صحيحة وبعضها خاطئ. ويقول أيضا: لن يتسنى لهم أن يعرفوا معنى الحق لو كانت الأضداد غير موجودة.
وإلى هنا ننتهي من رؤيته في عالم ما وراء الطبيعة. والآن لنتحدث عن فلسفته المادية في الطبيعة ونشأة الطبيعة. في الحلقات السابقة عرفنا رأي كل من سبقه من الفلاسفة حول رؤيتهم الخاصة حول الطبيعة وأصل الطبيعة، بل وحتى أصل الكون كله. طاليس قال بأن الماء هو الأصل، أناكسيمندر قال بأن الأصل مادة غير معروفة ولا نهائية، أناكسيمنس قال بأن الهواء، أعضاء الجمعية الفيثاغورية قالوا أن العدد هو الأساس، بارمينيتس قال الوجود. طبعا كل ذلك وأكثر موضح ومشروح بالتفصيل في الحلقتين السابقتين. أما هيراقليطس هنا، هذا المفكر الكبير، فماذا يقول؟ يقول: ومن دون أن تراوده الشكوك أن النار هو أصل الكون، وأن الكون موجود منذ الأزل، ولم يخلقه لا إله ولا بشر، إنما نشأ بذاته. فالكون كان ولا يزال وسيبقى إلى الأبد نارا حية خالدة تنبثق منها الأشياء وإليها تعود. لا تهم الاختلافات والتنوعات في الكائنات الحية، كلها دون استثناء ذات أصل واحد، وهذا الأصل هو النار الأبدية، وهي وإن تحولت فمن النار إلى النار. يقول في إحدى شذراته: هذا الكون المنظم والذي هو واحد بالنسبة للجميع لم يخلقه إله من الآلهة أو إنسان من البشر، لكنه كان ويكون وسيكون للأبد شعلة حية تضطرم بمقدار وتنطفئ بمقدار. طبعا النار الإلهية أو الروحية مختلفة عن النار أو اللهب العادي الذي نراه يحرق الأشياء. النار الإلهية هي أثير السماء، في الوقت الذي كانوا يقولون عن النار أنها آلة للدمار العشوائي، كان هيراقليطس يراها القوة المنظمة التي تحفظ التوازن بين العناصر. كل ما نراه أمامنا هو صور مختلفة لحقيقة واحدة ومادة واحدة، وهي النار. هيراقليطس في النهاية من فلاسفة الطبيعة يعيد الكون كله إلى أصل مادة، وهي مادة النار. طبعا لاحظوا أعزائي أن هناك انسجاما بين رؤية هيراقليطس للطبيعة ورؤيته لما وراء الطبيعة. فالنار متغيرة وذات تحولات وحركات سريعة ومستمرة. النار دوما في حالة من الهيجان والاضطراب المستمر. النار لا تثبت على حال لحظة واحدة. يعني بطريقة ما رؤية هيراقليطس للطبيعة كانت السبب وشرارة الفكر عنده حتى توصل إلى رؤيته عن تغير الأشياء المستمر وتزامن وجودها ولا وجودها اللحظة والآن معا. نشأة الكون عند هيراقليطس هي أن النار الأولى كانت، ثم تحولت إلى هواء، ثم تحول الهواء إلى ماء، ثم تحول الماء إلى يابسة، وهذا هو الطريق إلى الأسفل. أما الطريق إلى الأعلى فهو العكس تماما، من اليابسة إلى الماء إلى الهواء إلى النار مرة ثانية، كل شيء مرجوعه إلى النار التي جاء منها. حتى النشاط العقلي للإنسان ما هو إلا قبس من تلك النار. كلما كثرت النار في الجسم ازدادت حيويته واشتد نشاطه، والعكس صحيح، كلما قلت النار في الجسم اقترب من العدم، من الموت، الموت الذي هو سكون، هو انفكاك النقيض عن نقيضه. وبالتالي فإن النفس التي بداخل الجسد قبس من النار، وهي لا يمكن أن تكون غير ذلك، فالنار هي الأصل. وهذه النفس أو هذه القبس من النار الأبدية بحاجة إلى غذاء يزيدها اشتعالا، يزيدها حيوية ونشاط حتى تتقد أكثر. وغذاء النفس يكون عن طريقين اثنين، الأول هو الحواس والثاني هو التنفس. فالحواس تنقل من الخارج الصور، والتنفس ينقل الهواء، والصور والهواء في النهاية هما نار، أي أنهما يعوضان للنفس ما يمكن أن تكون قد خسرته من النار. وبطريقة ما يقصد هيراقليطس أن النفس ليست منفصلة عن العالم الخارجي، عن الكون، بل هي متصلة به وجزء من أجزائه المرتبطة ببعضها. وإذا كان لسبب ما أن انقطع هذا الاتصال بين النفس والكون، فحينها تموت النفس. طبعا الإنسان ينام والنوم موت جزئي، لأن الحواس التي هي مصدر من مصادر تغذية النفس تكون معطلة، لكن يبقى هناك التنفس الذي يمد النفس بالهواء أو بالنار التي تلزمها لتبقى على اتقادها وبالتالي على اتصالها مع الكون. ختاما، النفس بخار حار، والحرارة ضرورية للحي. النفس قبس من النار الإلهية تدبر الجسم كما تدبر النار العالم. هيراقليطس يقدم أيضا فلسفة حياتية، فلسفة كيف تعيش وماذا يلزم كي تكون سعيدا. فبرأيه فهم قانون التطابق بين الأضداد، فهم اللوغوس، استيعاب هذا التناقض على أنه أساس الحياة،
هو ما يجلب السعادة والاطمئنان والرضا، وهو الذي يجعلنا نتقبل الألم كما نتقبل السرور، ونتقبل السيء كما نتقبل الجيد. وبعض المصادر تفيد بأن هناك ما يعتبره أول عالم نفس في التاريخ أمعن النظر في خباياه، وأقر بأن النفس غامضة وعصية عن الفهم، بحث في الأحلام، في المشاعر، في الشخصية، وقال بأن شخصية المرء هي قدره. يقال بأنه فيلسوف غامض، ويدعى كذلك بالفيلسوف الباكي الذي بكى على حال الناس لأنهم لا يدركون. والآن رأي أفلاطون في هيراقليطس، ولكن قبل ذلك أعزائي أتمنى دعم القناة بالطريقة التي تجدونها مناسبة للدعم كي أستطيع الاستمرار والمواظبة في تقديم ونشر هكذا محتوى. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الحلقة مع الأصدقاء المهتمين بعالم الفكر والفلسفة وعالم القراءة بشكل عام، والتعليق إذا أمكن، فالتعليق يساهم كثيرا في نشر الفيديو، وشكرا لكم. والآن رأي أفلاطون في هيراقليطس. تفكر أفلاطون في أفكار هيراقليطس، وكانت النتيجة بأنه انتقدها كثيرا، فسر أفكاره بشكل خاطئ، لم يفهم العمق الهيراقليطيسي. أفكار هيراقليطس بشكل عام دوما ما كانت توسم بالضبابية منذ عهد سقراط، وأفلاطون هي كذلك، وليس فقط في عصرنا هذا. يقال بأن سقراط كان معجبا بالذي فهمه، ومعجبا أكثر بالذي لم يفهمه من فلسفة هيراقليطس. أما أفلاطون بطريقة ما وكما تفيد المصادر فقد وضع حدا لهيراقليطس وأفكاره الغامضة، تحدث عنها بشكل وجيز، وحتى هذا الوجيز كان لا يلتقي مع مقصد هيراقليطس الحقيقي. أفلاطون أراد أن تنمحي أفكار هيراقليطس وتختفي مع الزمن، وهذا ما حصل فعلا. انتقد نفيه للوجود الثابت والمطلق، ولم يعجبه ذلك. انتقد تأكيده على التناقض. في النهاية أفلاطون يؤمن بوجود عالم ثابت ويعتبره مصدر للحقيقة والجمال والخير، لذلك طبيعي أن لا تعجبه صيرورة الكون عند هيراقليطس. لكن رغم ذلك أفكار هيراقليطس أثارت في أفلاطون تساؤل جوهري وعميق، وهو كيف لنا أن نصل إلى معرفة يقينية عن عالم متغير. أما أرسطو فقد اتهم هيراقليطس بأنه ارتكب جريمة كبيرة أمام محكمة العقل، وذلك لأنه أساء إلى مبدأ التناقض، المبدأ الذي يقول بأنه لا يمكن للشيء ونقيضه أن يجتمعان. العقل عند أرسطو يفرض حتمية ذلك، حتمية أنه من الاستحالة أن يلتقي نقيضين، في حين يشطح هيراقليطس ويكسر القاعدة والمبدأ ليقول بأن المتناقضات تلتقي وتتطابق، بل وأكثر من ذلك تطابقها هو أساس الحياة. لذلك أرسطو كان مستاء من هذه الجريمة الفظة والاقتحام المباشر لمبدأ التناقض. وعلى العكس من أرسطو وأفلاطون يأتي الفيلسوف فريدريك نيتشه، يأتي بعد قرون ليقرأ أفكار هيراقليطس ويعجب بها وينصفها ويقدم فيها تحليلات رائعة. أشاد نيتشه بهيراقليطس، ومن الصعب أن تجد فيلسوفا لم تمسه عين نيتشه الناقدة في الوقت الذي يأتي فيه هيراقليطس ليقدم له نيتشه كل الاحترام والتقدير. يقول نيتشه إنه لتمثل مرعب ومذهل ذلك الذي يقدمه هيراقليطس حول الصيرورة الوحيدة والأبدية، حول هشاشة مجمل الواقع الذي لا يتوقف عن الفعل والصيرورة دون أن يشكل شيئا. يقول نيتشه في مكان آخر إن هيراقليطس يؤمن بتكرار دوره لنهاية العالم وبانبثاق متجدد أبدا لعالم من الاحتراق الكوني بعد أن يكون هذا الاحتراق قد أفنى كل شيء. يقول نيتشه مذهب هيراقليطس في القانون داخل الصيرورة وفي اللعب داخل الضرورة يجب أن يبقى من الآن فصاعدا حاضرا في الذهن إلى الأبد. إن هيراقليطس هو الذي رفع الستار عن هذا المشهد المهيب. بصريح العبارة نيتشه كان يبجل هيراقليطس ويحترم أفكاره إلى حد كبير جدا، وهو بلا شك كان متأثرا ومعجبا واستوحى منه الكثير. الحديث عن العلاقة بين نيتشه وهيراقليطس يطول كثيرا، للبحث في هذا المبحث الفلسفي نحتاج إلى حلقات وليس إلى دقائق، هناك كتب ومقالات بأكملها ظهرت في هذا الخصوص. يقول بيرتراند راسل هيراقليطس كان يثمن كثيرا القوة التي يتم الحصول عليها من خلال السيطرة على النفس، ويحتقر العواطف التي تبعد الناس عن مطامحهم الأساسية. ويقول في موضع آخر إن أخلاقية هيراقليطس نوع من التقشفية المتكبرة تشبه إلى حد كبير أخلاقية نيتشه.
طبعا أعزائي، كان من المفترض أن أتحدث أيضا عن الفيلسوف أمفيدوكليس، ولكن وقت الحلقة لا يسمح. الآن سأورد لكم اقتباسات ونصوص وشذرات هيراقليطس، 25 شذرة جديدة غير التي وردت معنا أثناء الشرح والحلقة. أتمنى أن تنال هذه الشذرات إعجابكم. من الجميل أن نتعرف على فلسفة هيراقليطس من خلال أقواله نفسها. شكرا لطيب المتابعة حتى الآن، وهيا فلنبدأ بالشذرات. أقصر طريق للشهرة أن يصبح الإنسان خيراً. فيثاغورس كبير الغشاشين: إن تلك الأشياء التي كلها بصر وسمع ومعرفة هي الأشياء التي أقدرها أكثر من غيرها. أنت لن تتمكن من أن تجد أغوار النفس مهما قطعت جميع الدروب خلال سعيك، فلوغوس النفس أو قانونها العام عميق للغاية. لقد نقبت في نفسي. التناغم الخفي أقوى من التناغم المرئي. إنهم لا يفهمون كيف أن ما يختلف مع نفسه هو في اتفاق، فالتناغم قائم في التوتر بين الأضداد، مثل التناغم القائم بين القوس والقيثارة. إن ذلك الذي في تعارض لهو الشيء المتماسك، ومن الأشياء التي تختلف يظهر أجمل تناغم. هناك تبادل، فكل الأشياء للنار والنار لكل الأشياء، مثل ما يتم تبادل السلع بالذهب والذهب بالسلع. إن النار الأولية تستقر من خلال التغير. الزمان طفل يلعب لعبة الدامة، وتدبير الحكم قائم بين يدي ذلك الطفل. في النهر نفسه نحن ننزله ولا ننزله، إننا نكون ولا نكون. صعب النضال ضد دوافع الإنسان، فمهما يكن ما ترغب فيه إنما تشتريه على حساب النفس. ما كان هناك وحدة لو لم يكن هناك اجتماع للأضداد. يجب أن يقاتل الناس من أجل اللوغوس أو القانون العقلي، كما لو كانوا يقاتلون دفاعا عن أسوار مدينتهم. إن اللوغوس أو العقل الكلي، بالرغم من أن الناس يرتبطون به أي ارتباط، إلا أنهم منفصلون عنه، ولهذا فإن تلك الأشياء التي يواجهونها يوميا تبدو لهم غريبة. ملكة التفكير مشتركة بين الجميع. الذين يحبون الحكمة يجب أن يكونوا متسائلين عن أشياء عديدة في الحقيقة. الذين يبحثون عن الذهب يحفرون في الأرض كثيرا ولا يجدون إلا القليل. تنبح الكلاب على كل من لا تتبينه. لا تعربدوا في الأوحال، فإن الخنازير تستمتع بالأوحال أكثر مما تستمتع بالماء النقي. إنهم لا يفهمون وإن كانوا يسمعون. إنهم أشبه بالصم، والمثل ينطبق عليهم: حاضرون ولكنهم غائبون. خير للناس ألا يحصلوا على كل ما يرغبونه. الطبيعة الإنسانية ليست لديها قدرة على الفهم الكامل، لكن الطبيعة الإلهية هي التي لديها هذه القدرة. إذا لم تكن هناك شمس واعتمدنا للغاية على النجوم الأخرى، فسوف تكون الدنيا ليلا حالكا. إن النار توجه العالم. وهذه هي حلقة هيراقليطس. شكرا لطيب المتابعة. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، والسلام.